السلام عليكم، مساء الخير. مزاد جديد في مزادات صفقة. الرجاء يا أخوان مشاهدة الفيديو بالكامل في حال رغبت بالمزايدة على السيارة. عندنا موديل 97 مرسيدس جفالي 320 6 سلندر. طيب هذا أوراق كان تبع إيش سابقا؟ الهيئة الملكية للجبال ومشروع ينبع. أوكي؟ طيب الآن السيارة في مزاد صفقة لمدة 4 أيام. المزاد أونلاين. إذا سجلت في المزاد ودفعت تأمين تقدر تجي وتزايد أو تزايد عن طريق الموقع، بس تقدر تجي تفحص السيارة، تشغل السيارة، تقدر تسوقها طبيعي، بس المزايدة بتأمين يا أخوان، والتأمين مسترجع في حال لم يتم شراء السيارة. نوريكم السيارة بالكامل، نشرح لكم. بسم الله. زي ما ذكرنا لكم يا أخوان، موديل 97 320 6 سلندر، اللون فضي من جوا جلد أسود. المواصفات، يوجد ستارة خلفية القزاز من هنا. راح نوريكم السيارة بالكامل، راح أخذ لفة على السريع وبعدين نبدأ في الملاحظات ونبدأ في المواصفات. يا أخوان أي شك عندك في أي سيارة، سواء هذه أو هذه أو هذه، اسأل، اتصل، استفسر. هنا راح نبين اللي نشوفه. هنا كمزاد، مؤسسة مزاد، ما نملك السيارات هذه. فخلونا نبدأ بالخارجية، بالإكستيرير. سيارة جميلة ولون جميل. أول ملاحظة عندكم فيه زي التبهيت في الصدام الأمامي، دحين راح أوريكم عن قرب. زي ما انتم شايفين، اوكي، هذه في الصدام الامامي، عندكم في الشبك، وهذا والله العالم بسبب شمس او استخدام بسيط. السيارة ماشية 29,000 كيلو، وعندنا تقرير موجز. هذه السيارة شوفوا تقرير موجز 29,000، وهذا آخر قراءة العداد كان، أمسك الورقة يا عامر، هذا كان آخر قراءة للفحص، كان 41-42، وهذا اللي مسجل عندنا في الطبلون. هذا اللي نشوفه وهذا اللي نشرح عليه، وأي سؤال أي أحد عنده استفسار يسأل ويبشر. سيارة جميلة، يوجد كسر في الزجاج زي ما أنتم شايفين، واضح لكم يا أخوان، هذا هو. مزاد لمدة 4 أيام في مزاد صفقة. طبعا نتكلم الآن على حالة السيارة من ناحية الرش واللي نشوفه. السيارة زي ما تقولوا ما نقدر نقول لها صبغ الوكالة ولا نقدر نقول مرشوشة، لا، يوجد رش في الكتوف اللي هنا، أوكي، اللي هنا، هذه المنطقة، والرفرف من هنا، أوكي، والرفرف اللي هنا، رش تجميلي يا أخوان. السيارة ما فيها حادث، ما فيها معجون، ما فيها أي شيء. هذا الأنتر كان هنا والغى المالك الأول، ويوجد رش هنا وهنا، وتوقع والله العالم سبب تبهيت أو شيء، لأنه ما في نسبة معجون أو حادث. خلنا نوريكم بالجهاز اللي نشوفه. في بعض اللكر، أوكي يا أخوان، اللكر يختلف عن الرش، ويختلف عن الرش اللي بمعجون وسمكرة. أحمد وريهم بالجهاز. طيب 110، احنا نشوفه طبيعي جدا. 100 100، حلو. 90، حلو، طبيعي اللي نشوفه. صبغ الوكالة، هذا اللي تشوفونه حاليا صبغ الوكالة. كمل الأبواب وبعدين نروح للرفارف. 80، طبيعي صبغ الوكالة. 90، حلو، هذا اللي نقصده حنا. 130، من هنا شبه طبيعي، ممكن زي اللكر، بس فيه هنا 170، في شوية شيء بسيط. 180، هذا اللي نعرفه يا أخوان في مزاد صفقة واللي حنا نشوفه. بعض الأخوان نشوف أسئلتهم واستفساراتهم، للأمانة أنا استغرب، جالس على الجوال ويقدر يحكم على السيارة باللون. لا، تعال أصبغ وشوف، تعال تأكد، عفوا، نفحص وشوف بالنظر وأبد. 100، طيب جميل. 100، حلو.
150 170 هذه الجهة اللي هنا 200 شوفوا هذا معناته في رش تجميلي وأتوقع 190 وأتوقع والله العالم شوف التبهيت هذا أتوقع كان نفسه هنا والله العالم هذا اللي نشوفه سيارة جميلة لكن اللي يبغى يزود لازم يشوف 220 الممشى صحيح يعطينا في الفحص وفي التقرير 170 وفي حالة السيارة الآن المواصفات نبدأ بالداخلية طبعا الأبواب شفط زي ما انتم شايفين اوكي انا ما ابغى اقفل الباب قوة ابواب شفط زي ما انتم شايفين نشوف الداخلية جلد اللون اسود نبدأ لكم بالابواب والاكسسوارات اللي هنا لا يجد مشاكل في الابواب ما في استهلاك هنا ما في استهلاك هنا طبعا هذه طبيعي حقة الوكالة اللي هنا سلاح يجي يقول معجون هذا شيء طبيعي الفرش اللي هنا ما في استهلاك العلامات تمام الفرش اللي هنا لا يوجد مشاكل الدعاسات اللي هنا زي ما انتم شايفين الآن نشوف السيت المقاعد ما أشوف فيه مشاكل طيب نشغل السيارة نفتح معك ممكن طيب نوريهم الداخلية هنا الأنوار الأمامية البريك هذه تبع الدركسون هنا تحرك وترفع تبع الدركسون اوكي اكسسوارات من هنا لا يوجد مشاكل من هنا لا يوجد مشاكل كذلك عندكم هذا الدرج اللي هنا وهذا اللي اسفل الدرج اللي هنا شوفوا كل شيء شغال يفتح عندكم هذه الكتب تبع الوكالة زي ما انتم شايفين اوكي كتب الوكالة هنا كمقاعد لا يوجد مشاكل في ستارة خلفية راح نشغلها لكم الحين الآن شغل السيارة اوكي هذا الممشى 29543 مكيف من هنا تشغله نقفل طبعا القزاز من هنا يعمل اوكي هذا هو من هنا هذا من هنا الخلفي من هنا يقفل وهذا من هنا الخلف الثاني اوكي فتحه في السقف اوكي كل شيء شغال في السيارة عندكم أوريكم هذه قفل هذه تبع المقاعد اللي هنا هذه حقة الراس اللي هنا شوفوا هذه زي ما انتم شايفين شوفوا يا اخوان هذه حقة المقاعد الخلفية شوفوا هذا المقاعد من هنا من هنا كذلك اوريكم جميعا هذه تبع الستاره اللي هنا شوفوا ستاره نحاول نقفلها شوفوا قفلت نزلت كل شيء شغال ما شاء الله تبارك الله اي استفسار يا اخوان حياكم اوريكم الماكينه هذه الماكينة ٣٢٠ موديل ٩٧
اي استفسار؟ احنا موجودين. طيب نسوق السيارة بس هنوريكم الشنطة الحين. راح نرفع السيارة، الرافع نوريكم اسفل السيارة كذلك. ما شاء الله تبارك الله، سيارة نظيفة. راح تشوفون اسفل السيارة زي كذا للأمانة. شوفوا 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 بطن الموتر من هنا، ما شاء الله تبارك الله. الموتر يا اخوان، على قولتهم على قولة المثل، الموتر يبيع نفسه من غير وصف، من غير اي شرح. طيب نسوق السيارة يا عامر. ما شاء الله تبارك الله. راح يكون في مزادنا لمدة 4 ايام. طريقة التسجيل راح نحط ارقامنا وتقدروا تتصلوا او واتساب او اتصال، وراح يعني سجل في الموقع، ارسل التأمين، ايصال التحويل وايميلك، ويتم تفعيل عن طريق الاي تي مع الشباب هنا في المكتب. اموركم طيبة. هذا اليمين يسار شغال. السيارة جميع عداداتها شغالة وكل شيء شغال. يلا بالتوفيق يا اخوان، نشوفكم. مساء الخير متابعينا. طبعا الان عندنا المرسيدس شبح موديل 1997، راح نوريكم السيارة بالكامل من الاسفل، نذكر لكم جميع الملاحظات. طبعا زي ما تشوفوا قدامكم هذا الصدام الامامي، يوجد بعض ملاحظات الخدوش في الجهة اليمنى، ايضا هنا كلها خدوش سطحية. هذا الجنب الثاني هنا يوجد خدش بسيط ايضا في الصدام الامامي. راح نوريكم الماكينة من الاسفل. طبعا هذا كارتير الماكينة زي ما تشوفوا قدامكم، لا يوجد به اي تهريبات. العضلات الامامية جميعها سليمة من مساعدات مقصات، ادرعة كلها سليمة. هذا الجهة الاخرى هنا ايضا كلها سليمة. هذا عندكم كارتير الجيروبوكس، ايضا لا يوجد به اي مشاكل او تهريبات. هذه أرضية السيارة من الأسفل زي ما تشوفوا قدامكم، لا يوجد صدى أو تآكل. هذه الجهة الأخرى هنا أيضا نظيفة. هذا الدفرنس الخلفي أيضا نظيف، لا يوجد به مشاكل أو تهريبات. الصوف جميعها سليمة، العضلات الخلفية جميعها سليمة، العكوس، المساعدات، المقصات جميعها سليمة. هذه الجهة الأخرى هنا أيضا لا يوجد أي مشاكل. هذه كنداسة الشكمان أيضا لا يوجد بها أي مشاكل. طبعا الشاصية سليم، لا يوجد أي صدمات أو لحامات في السيارة. هذا الصدام الخلفي لا يوجد به مشاكل، ويوجد خدش بسيط هنا. هنا أيضا في خدش بسيط. طبعا كانت هذه جميع الملاحظات في السيارة، معظمها خدوش فقط، لا يوجد أي ملاحظات في السيارة من الأسفل.